السلام عليكم. ربنا سبحانه وتعالى أبدع في خلق الكون، فخلق الكواكب والقمر والشمس وكل في فلك يسبحون، وخلق الأرض والمخلوقات، ولما خلق الإنسان أمر الملائكة أنها تسجد للإنسان. جوه الإنسان في أجهزة وأعضاء، الأجهزة دي بتعمل مع بعض في تناسق وتكامل، فيوجد ترابط بين الجهاز العصبي والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والجهاز الدوري والجهاز الإخراجي. وتيجي تشوف تحت الميكروسكوب تلاقي الخلايا والأنسجة متنظمة في تناسق كامل وإبداع كامل. تيجي تبص أكتر تحت الميكروسكوب الإلكتروني بتكبير أكتر، تلاقي الخلية ومحتويات الخلية وإزاي كل جزء جوه الخلية متحكم عن وظيفة معينة. فسبحان من خلق وأبدع، سبحان من قال إنا كل شيء خلقناه بقدر، سبحان من قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تعالوا بينا النهاردة نتعرف على جهاز من الأجهزة اللي تهمنا في الفترة دي بالذات بسبب فيروس كورونا. الجهاز دوت هو الجهاز التنفسي. ربنا سبحانه وتعالى خلق كل حاجة في جسمنا بزيادة، يعني الإنسان ممكن يعيش بأقل من نص رئة، وربنا خلق له رئتين، فبيوجد دايما احتياطي كبير في جسمنا. التنفس عامل زي محطة وقود جوانا، بيمدنا بالأكسجين ويخلصنا من ثاني أكسيد الكربون. وعشان الرئة مهمة جدا، فهي متحوطة من بره بالقفص الصدري، ومن تحت في عضلة حاجزة تسمى بعضلة الحجاب الحاجز. وحماية أكتر للرئة بيكون حواليها غشاء بلوري. وعشان التنفس يكون سهل، ربنا خلق الرئة في فصوص، فتلاقي الرئة اليمنى بتتكون من 3 فصوص، علوي ووسط وسفلي. أما الرئة اليسرى فبتكون أصغر شوية، فتلاقيها متكونة من فصين، علوي وسفلي. وعشان الهواء يوصل من الأنف للرئة، محتاجين ممرات هوائية بداخل وخارج الرئة. خارج الرئة هتلاقي القصبة الهوائية، ربنا سبحانه وتعالى جعل لها دعامات تقويها، فخلق لها غضاريف شبه دائرية، وده عشان القصبة توسع وقت الحركة والجري، فتدخل هواء أكتر، فلما تستريح تاني ترجع لحجمها الطبيعي. ومن فوق هتلاقي البلعوم وبعدين الأنف. لما بنتنفس، الهواء بيخش من الأنف، بعد كده بيوصل للبلعوم، بعد كده بينزل للقصبة الهوائية، بعد كده للشعب الهوائية، ويبدأ يتفرع أكتر جوه الرئة، يتفرع أكتر لشعيبات هوائية، وتفضل تنقسم حوالي 23 انقسام، لحد ما توصل للجزء الحيوي جوه الرئة اللي هو الحويصلات الهوائية. لو خدنا مقطع في الحويصلات الهوائية، هنلاقي إنها بتتكون من كذا غرفة عشان تستوعب هواء أكتر، وحواليها شبكة من الشعيرات الدموية اللي بيكون فيها دم غير مؤكسج. الحويصلة الهوائية رقيقة جدا، سمكها بسمك خلية واحدة، عشان كده الأكسجين بيعرف ينتقل بسهولة من داخل الحويصلات الهوائية للشعيرات الدموية، واللي بيشيله في الدم هو الهيموجلوبين اللي موجود في كرات الدم الحمراء. ولما الأكسجين بيمسك في كرات الدم الحمراء، بيتحول لونها من لون البنفسجي للون الأحمر، وبرضه بيخرج ثاني أكسيد الكربون من الشعيرات الدموية للحويصلة، عشان بعد كده بيتم طرده خارج الجسم. طب هو عدد الحويصلات الهوائية في الرئتين 1000 2000 مليون؟ لا، دول 700 مليون حويصلة هوائية، 700 مليون محطة وقود بتمدك بالأكسجين وبتخلصك من ثاني أكسيد الكربون. لو فردناهم هيكونوا مساحة حوالي 70 متر مربع، يعني قد ملعب تنس، وكل حويصلة متحوطة بشبكة من الشعيرات الدموية. لو وصلناهم ببعض هيكونوا حوالي 12 كيلو متر. كل ده ربنا خلقه جوه الرئتين بتوعك، سبحان الله. أثناء عملية الشهيق بتنقبض عضلة الحجاب الحاجز فبتتحرك لتحت، وبتنقبض عضلات القفص الصدري فبتتحرك لبره، فبيتكون ضغط سلبي داخل القفص الصدري يخلي الرئة تشفط الهواء. أما أثناء الزفير فالعضلات بتريح، فبتضغط على الرئة يخلي الضغط جوه الرئة أعلى من الضغط اللي بره، فالهواء بيخرج من الرئة للجو. كل دي ماكينات ربانية شغالة عشان تخليك تتنفس، تزود شغلها لما بتجري، لما بتلعب رياضة، وتقلل شغلها لما بتستريح. بنتنفس في المعدل الطبيعي 20 مرة في الدقيقة، يعني 1200 مرة في الساعة،
يعني 28,800 مرة في اليوم. طب هو لا مؤاخذة في السؤال، ايه لازمة الانقسامات الكتيرة دي؟ دي من رحمة ربنا، لأنها مبطنة من جوه بأهداب عشان ما يكونش سهل على أي أتربة أو ميكروبات إنها تدخل الحيصلات الهوائية. بتشتغل زي فلاتر بتنقي الهواء، وكمان كسخان للهواء عشان الهواء السائع بيضر الرئة وبيسبب نقص المناعة. فسبحان من خلق وأبدع، سبحان من قال إنا كل شيء خلقناه بقدر.